بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. ومن ثم تعلن مؤسسة حواء العرب للتنمية والرعاية عن انطلاق المؤتمر العربي الأول لتطوير الذات تحت شعار سلامة الأوطان في سلامة الذات. الأستاذة الدكتورة نرمين الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه وسلم. كل أوراق العمل المقدمة من المشاركين في المؤتمر العربي الأول لتطوير الذات رغبة منهم وأملا في تطوير المرأة العربية في عصر تتزاحم فيه موجات العولمة وتزداد فيه أشكال التنافسية وترتفع فيه الحاجة لتعزيز ودعم طاقاتها لمواجهة تلك التحديات. حنتعرض إلى مفهوم الإشكاليات والحلول باقتضاب شديد، ففي ثلاث مراحل أساسية حنتعرف على المفهوم، والمفهوم يختلف بطبيعة الحال بحسب زاوية النظر، بزاوية البحث الذي سنتوره، سواء كان علم الإجرام أو علم النفس أو الصيغة المجتمعية لتعريف جلد الذات. فسنتحاول في هذا المخطط أن نتعرض إلى جلد الذات في تعريفها الأول بين الممارسة الفردية والممارسة المجتمعية، باعتبار اختلاف الرؤى واختلاف صيغ هذه الممارسة وأهدافها. الأستاذة الدكتورة كلثوم الجلداني. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أجمل التحيات من سلطات عمان إلى كل الحاضرين. أيها الحفل الكريم، لا يوجد إنسان ضعيف في هذا العالم، ولكن يوجد إنسان يجهل في نفسه مواطن القوة. ويقول الرجال إن المرأة نصف المجتمع، وهل ينهض المجتمع إلا بنصفيه؟ الأستاذة الدكتورة نداء السيد. النهاردة هنتكلم مع بعض عن طرق السيطرة على مواقف الغضب وتقوية الثبات الانفعالي اللحظي بما يضعف سلامة التصرف. يعني فيما معناه احنا عندنا انفعال، الانفعال ده موجود عندنا في حاجات كتير جدا في حياتنا. العميد المهندس شريف الفخراني. المحاضرة بتاعتي بتتكلم على القطاع اللي انا متخصص فيه اللي هو قطاع التكنولوجي. انا بس عايز احيي القيادة السياسية في مصر. القيادة السياسية في مصر لأول مرة يطلع لنا قرار أو يطلع لنا هدف استراتيجي إن احنا نبقى مصر الرقمية. والحقيقة يعني السيد الرئيس مركز جدا على قطاع الذكاء الصناعي لأنه أرى المستقبل في العشر سنين الجايين. بالأستاذة الدكتورة رجاء الحسن من الأردن. يعني سعيد جدا بوجودي بمصر بأم الدنيا أرض الكنانة، عزيزين على قلبي أهل مصر ومصر بالذات. موضوعنا للمحاضرة اليوم الطريقة الصحيحة للبس بالزمان، اختيار الزمان والمكان المناسب. الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد علي. تستعرض هذه الورقة أيضا النموذج الناجح للمرأة التي تفوقت في مجال الشعر والغناء، وكذلك تعزيز طاقات حيوية كاملة لطالبات وفي مجال الموسيقى والغناء. الدكتورة منال علي من الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبقوله تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا محاضرتي هي عن الروحانيات، لابد ان تأمى وتطغى هذا الجسد. طبعا احنا نعرف ان القرآن غذاء الروح، وهو الذي يمد الروح بطاقة عجيبة تقضي عن كثير من الامراض المستعصية وتمنح الروح الانتعاش والطاقة العجيبة. استاذ الدكتور عبد البديع جدة. وحنطلع على ثلاث محاور اساسيين هنحكي بهم الهدف، شغفنا بالهدف نحن، كيف نقيم مواطن القوة بالضعف، ونقاط خلينا نسميها الفرص اللي ممكن نستفيد منها، مثل الورش اللي عم تنعمل واللي هلا نحن موجودين فيها، ومؤشرات الاداء الرئيسي اللي نحن على اساسها حنقول نحن تطورنا ام نحن بعد بحاجه، في عنا مجالات حتى تتطور. ودائما من اول شغله بالتدريب، ما في عنا شيء اسمه فشل، نحن ما بنفشل، نحن دائما بنوجد طرق ثانيه بديله، لانه الطرق اللي نفذنا فيها غير ملائمه لهذا الهدف. المعالج الروحاني عبد العزيز
الخيال الانعكاسي. باطن القدمين يمثل الجسم الانسان كامل. تخيل انك واقف الان، انسان واقف، الاصابع وش تمثل لو صرت واقف؟ اصابع رجليك. لما تكون تخيلين القدم الان رجل امامك، الاحتفاء على ارضيه غير متساويه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في رخامه او سيراميك او شيء مستوي. اي ارضيه غير متساويه، ان شاء الله تجيب صخر تحطه في الارض وتمشي عليه في البيت. الاستاذه الدكتوره خلود القماطي. أسعد الله أوقاتكم، سعيدة بوجودي معكم في هذا الحدث أو والملتقى الجميل الرائع باسم المؤتمر الأول العربي لتطوير الذات. ورقة العمل إن شاء الله الحابة نقدمها باسم كيفية التواصل مع النفس وطرق تدريبها من أجل تأهيل المرأة وتحقيق الأهداف. الأستاذ محمود حسين من مصر. برنامج كن فريدا، عشان نبدأ موضوع بناء الشخصية وتطوير الذات من البداية خالص. يعني احنا في مجال التدريب بقالنا اكتر من 7 سنين ولا حاجة. احنا الحمد لله فتحنا كويك ليرنينج اكاديمي او اكاديمية التعلم السريع، وهي احدى مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي من مجلس الوزراء. وبعدين اتجهنا فتحنا دار بريق للنشر والتوزيع عشان تخدم نشر الثقافة والوعي التربوي في الوطن العربي. الاستاذة أمل السليمان. أهمية القيم هي توجه الأفراد بحيث أنها تحملهم المسؤولية وتزكي النفوس وتطهرها، هذا أهم شيء، يكون الإنسان عنده قيمة حقيقية.